السلام يا اخوان، كدير بخير؟ لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله واحد الدري تيكومونتي ليا بزاف هاد الايام، تيقول لي بغيناك دير لنا كيفاش تركب سيستم تاع دير امارش شد الفران عاد دير امارش. بالنسبه لدوك المطار ما فيهمش تشد الفران عاد دير امارش، فهمتش؟ قلت له ايه مرحبا، ماشي مشكل، نديرو لك فيديو على الراس والعين. غنوريكم واحد الطريقه سهله اللي تركبها بجوج دقائق ولا ثلاثة دقائق بالزربة، فهمت؟ بالزربة بالنسبة لها سي 50 سي 90 سي 100 اللي ما فيهاش هذا السيستيم، هذا اللي فيها سيستيم داك الاخر اللي فيها سيستيم عادي تتورك على البوطون ديريكت، فهمت؟ تبعوا الفيديو حتى الاخر، هاي يعجبكم ساهل هذاك الشيء ان شاء الله. انتم شوف، هذه هي الروني ديال الامارش، هذه فيها هذا الخويط، هذا شتو هذا تجد هذا الخيط الكحل اللي خارج من الرولي، تتقطعو من هنايا وتتزدي معاه واحد الخيط خاطر تدي المانو ديال الستوب. غنوريكم المانو تاع الستوب، ها هو شتو هاد الخيط الكحلان. هاد الرولي راه كاع الروليات تكون فيهم هاد الخيوطه بحال ما هاد، فيها واحد صفر فيه الاحمر وواحد كحل. هاد الكحل تتقطعو، تتقطع هاد الكحل. غنوريكم معايا تزديه باش يدير لكم هذاك السيستيم يخدم. تدور لهاد الجهه الاخرى، تزدي اما من الفوق ولا من التحت ماشي مشكل، كاين اما تزدي في هذيك المانو تاع الستوب تاع الفران من القدام ولا تاع الطلور، حيت بحال الخيط واحد. هاد المانو غادي فيها جوج خيوط، حتى هي المانو تاع الستوب فيها جوج خيوط، هنايا فيها واحد كحل وواحد خضر. الكحل هو اللي مدخل لها الضوء، وهاد الخضر هو اللي مخرج. تجي انت لهداك اللي مخرج باش ملي تورك على الفران بحال هكا، البياسة هادي تتلاقي واحد الخيوطة هنايا، تيتلاقاو فيها واحد الخيوط هنا، تيرجع الضو مع هاد الخضر. من تيرجع الضو مع هاد الخضر ها هو الخويط، ها هو شتو زدينا حنا. مازال غادي نزديو مزيان هنايا ونديرو ليه شكوش، حنا عاود نوريوكم. زدينا هاد الخيط الخضر، ها هو شتو درنا حنا، زدينا في هاد الفيشة هنايا مع الخيط الخضر. غادي ندوزوه هنا من الفوق حتى ديك الساعة نصورو الفيديو، وديك الساعة نعاودو ندوزوه من وسط هاد الخيوطة من هنايا ونخرجو لهاديك الطريق الأخرى. ولا بقاو معنا كاع حتى نخرجوه بلاتي ديال العربية. شوف واش نتم باين، سير زر هاكا، سير الله يرضي عليك. صافي، ها هو خرج عندنا الجهة أخرى. حنايا بنزديو هنايا، ها هو السيستيم عندنا بقاد. ما تخليوش هذا زعما تخليهم برونشي وتجيو تزديو مع هذاك ديريكت، لأن راه يولي عندكم كوب سيركوي. قطع هذا وزدي مع الخيط الكحل اللي راجع للرولي هنايا، شفتو اللي راجع ماشي اللي غادي للسطراسي الفوق. ما تزديوش مع هذا، زديو مع هذا اللي راجع للرولي، فهمت؟ ها السيستيم ولا عندنا الروح. لا ها انت شوف، اللي شديتي في الفرانات يخدم، شديتي تاع الفران تاع اللور هاو خدم، شديتي تاع قدام يخدم. ها ما شديتيش الفران ما يخدمش، شتيه؟ خاصك ضروري دوكا تولي تشد الفران. وانا ملي تركبوا هاد السيستيم تأكدوا من المانو واش خدامين بجوج، فهمت؟ حيت الا كانت شي مانو ما خداماش راه ما يخدمش لك. الا كانت هادي قاطعة راه خاصك تخدم هادي تاع القدام، كانت تاع القدام قاطعة خاصك تخدم تاع اللور، فهمت؟ المهم وحدة فيهم تكون خدامة، يا اما تاع اللور ولا تاع القدام بحال بحال، ماشي مشكل، فهمت؟ فهمت الطريقة؟ اللي ما فهمش خلي تعليق في هذا الفيديو وندير لكم، نعاودو نشرحو ليه كيفاش. يلا ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، تحية كبيرة ليكم، ما تنساوش تابونا في القناة، تعاليق زوينين، وبارطاج.